رح ننتقل لمحطتنا الطبية لليوم ونحكي عن موضوع كتير مهم. كتير من السيدات الحوامل بيتعرضوا لارتفاع ضغط الدم أو مثل ما بيقولوا ارتفاع ضغط الدم الحملي. أكيد هيدا الشيء عم بيكون إن كان بالشهور الأولى أو الأخيرة من الحمل بأنواعه العديدة والمختلفة ولأسباب كتيرة وأعراض ممكن تسبب مشاكل صحية للأم الحامل أو ممكن للطفل الجنين. أكيد مشاهدين لحتى نعرف شو هو الضغط الدم الطبيعي عند المرأة الحامل وأيمت ممكن يكون خطير كرمال استمرار مرحلة الحمل وتكون بشكل طبيعي، خلونا نرحب بضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الدكتور حسن إبراهيم أخصائي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك وصباح الخير لكم ولكل الاخوه المشاهدين. صباح الخير حكيم، اهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن حاله تصاب فيها نسبه من النساء الحوامل. بدايه خلينا قبل ما نروح للاسباب والاعراض نعرف بشكل طبي شو هو هذا الضغط الدم الحملي. ارتفاع الضغط الحملي يصاب فيه عاده قسم كبير من السيدات الحوامل. نعم. وتقدر النسبة تقريبا بين 10 ل 12 او 15% من السيدات الحوامل. هو بالتعريف ارتفاع ضغط الدم اكثر من 11 على 8. اذا الضغط الطبيعي عند الانسان العادي هو 11 على 8. هلا لما يكون الضغط بين ال 11 وال 14 والانقباض او الانبساطي بين 8 وال 9، هذا مرحلة من مراحل ارتفاع الضغط أو ما قبل ارتفاع الضغط. هلأ دائما لما يصير الضغط فوق ال 14 على 9 هذا صار اسمه ارتفاع ضغط، وهذا بده توصيات معينة. نعم. وبده نموذج حياة معين وبده علاج دوائي قولا واحدا، لأنه هذا ممكن يأثر وممكن يأذي الأعضاء النبيلة في الجسم وممكن حتى يأثر على الحمل. فإذا ارتفاع الضغط بشكل عام هو الارتفاع الضغط يلي بحاجة لمعالجة ومهم، هو بيكون أكثر من 14 على 9. هلا لما يصير فوق الضغط فوق 18 او فوق ال 17 18 هذا صار ارتفاع ضغط خبيث، هذا مهم كثير، وهذا تدبيره احيانا للسيد الحامل له اجراءات معينه وممكن نضطر نقبل المريضه بالمشفى. تمام دكتور، بعد ما تعرفنا من حضرتك بشكل عام عن ارتفاع ضغط الدم عند المراه الحامل خلينا نتوسع اكثر ونفوت بالانواع. شو هي الانواع اليوم؟ خلينا نوضح بيناتهم. خلينا نميز ثلاث أنواع من ارتفاع الضغط عند الحامل. أول شيء في عنا ارتفاع ضغط مزمن. ارتفاع الضغط المزمن هو أنه السيدة الحامل بالأساس عندها ارتفاع ضغط قبل الحمل، فهي مريضة ضغط وعم تأخذ أدوية للضغط وعم تتعالج من سنين من شان ارتفاع الضغط، وإجت صار في حمل بعدين، هذا اسمه ارتفاع ضغط مزمن وليس ارتفاع ضغط حملي. وهذا لازم السيدة الحامل قبل ما تقرر الحمل يعني تراجع طبيبها لحتى تخطط للحمل بشكل سليم وبشكل صحيح. هلأ ارتفاع الضغط الحملي بالتعريف وتحديدا هو ارتفاع الضغط اللي بيصير عند السيدة الحامل بعد الأسبوع 20 من بداية الحمل، هذا هو ارتفاع الضغط الحملي. إذا هنيك ارتفاع ضغط قبل الحمل وعم يستمر خلال فترة الحمل، وهون ارتفاع ضغط فقط أثناء الحمل، وهذا بيصير عادة في النصف الثاني من الحمل، وهذا يعني مرتبط بالحمل، وهدول السيدات عادة بعد انتهاء الحمل يعني الغالبية العظمى منهم بيرجع الضغط الطبيعي، وخاصة بعد ثلاث أسابيع من الولادة. خلينا نميز النوع الثالث يلي هو ارتفاع الضغط الشديد أثناء الحمل يلي بيترافق ببيلة بروتينية، وهذا اللي ممكن يترافق بانسمام حملي، والانسمام الحملي بيصير فيه عنا أرجاج، وهذا له عواقب وخيمة وخطيرة جدا، وهذا ممكن يأثر على حياة الأم وحياة الجنين كلاهما، وقد يودي بكليهما، وهذا له تأثيرات على العين، له تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي، له تأثيرات على الجسم كله، ممكن يساوي لنا متلازمة خطيرة جدا يعني على حياة السيدة الحامل ويودي بحياتها. إذا في عنا ارتفاع ضغط مزمن وهذا بيكون موجود قبل الحمل ويستمر أثناء الحمل. نعم. وفي عنا ارتفاع الضغط الحملي بالتحديد اللي هو ممكن يصير بعد منتصف الحمل، وفي عنا ارتفاع الضغط اللي بيترافق ببيلة بروتينية وتسمم حملي. دكتور حضرتك ذكرت ثلاث أنواع اليوم لهي الحالة عند الامرأة الحامل، إذا بدنا نخص الأعراض هل اليوم الأعراض متشابهة بثلاث حالات أو كل حالة ممكن كلها أعراض معينة؟
خلينا نحكي عن ارتفاع الضغط بشكل عام عند الحامل وغير الحامل. ارتفاع الضغط هو مرض خلسي، هو مرض بلا أعراض. عادة الناس ما بيحسوا بأعراضه، صامت. إيه؟ مرض صامت. فهو مرض ما له أعراض أو مرض خلسي وصامت. هلأ بدنا نميز شغلتين. الضغط الإنساني اللي متعود على ضغط طبيعي بتلاقي ما بيشكي من أعراض، بيصير ضغطه 18 و19 و20 وما عنده أي عرض. في واحد بيكون ضغطه 11 على 8 وضغطه مستقر على هالضغط هذا. إذا بيصير بشكل مفاجئ ضغطه 15 أو 14 بيصير عنده صداع شديد، بيصير عنده تغبش رؤية، بيحس حاله ما هو مرتاح، بيحس حاله ضايج. فشوفي هالأعراض وعدم الارتياح بسبب ارتفاع الضغط الحاد، مع أنه الضغط مو عالي كتير. هلأ السيدات الحوامل عادة بيشكوا من أعراض، خاصة يعني ببداية الحمل. إذا كان الضغط عم يعني، أو مو بداية الحمل يعني ارتفاع ضغط الحمل تحديدا، بتلاقيهم عم يشكوا من صداع كل يوم صباحي، عم يشكوا من وذمات، بيصير عندهم بيلة بروتينية هدول المرضى. فلما يصير في زلال بالبول تعرفي هذا بياخد البروتين من الدم، فبيبلشوا يتنفخوا. بتلاقي السيد الحامل الخاتم ما عاد يفوت بإصبعها، بتلاقي رجليها تنفخوا، جفونها بتلاقي صار في تنفيخ وذمات بالرجلين. بتلاقي السيدة الحامل يعني ضايجة، ما هي مرتاحة، بتلاقيها عم تروح تبول كتير، بتشكي من أعراض هيك عامة غير وصفية. لكن وقت يكون في ارتفاع ضغط شديد وانسمام حملي، هون الأعراض بتختلف اختلاف شديد. رح يصير عند السيدة تغبش بالرؤية، عدم القدرة على الرؤية، بيصير عندها يعني نوع من الغشي ونوع بفقد الوعي، ممكن يصير عندها ألم وخاصة في البطن أو أسفل الصدر وخاصة في المراق الأيمن، بيصير عندها غثيان ولعية نفس ونقص شهية شديد، وبتصير حسالة بدها تراجع. وإذا صار ارتفاع الضغط شديد فبيجوز تغيب عن الوعي، ويصير عندها انحلال دم، بيصير عندها ولادة مبكرة، بيصير ممكن يصير عندها يعني انفصال مشيمة، ممكن يصير عندها نزف شديد، وهيك تتبلش الأعراض الشديدة جدا اللي قد تودي بحياة المريضة. إذن رينج الأعراض في ارتفاع الضغط عند الناس العاديين والسيدات الحوامل هو رينج واسع، من لا أعراض للناس اللي متعودين على ارتفاع الضغط، لا ارتفاع الضغط الحاد اللي بيساوي لنا أعراض شديدة قد تكون عصبية أو عينية. طيب نعم. من الأعراض خلينا ننتقل للأسباب. اليوم شو السبب يلي بيخلي المرأة الحامل تتعرض لارتفاع ضغط الدم؟ ممكن تكون أسباب وراثية أو ممكن تكون عوامل تانية، أمراض مزمنة معينة موجودة. خلينا نوضح أكثر دكتور هاي النقطة. خلينا نحكي أول شيء عن أسباب ارتفاع الضغط. شو هي أسباب ارتفاع الضغط؟ أسباب ارتفاع الضغط في أمراض محددة ممكن تساوي لنا ارتفاع ضغط. من بين هالأسباب على سبيل المثال تضيق الشريان الكلوي، وهذا بيصير كتير عند الشابات. هذا طبعا بنشوفه نحن قبل الحمل، هذا بيحرض لارتفاع ضغط. أو الأمراض اللي بتصيب الكلية أو لب الكلية مثل القصور الكلوي المزمن، مثل الأمراض الثانية اللي بتصيب الكلية. في مرض بيصيب لب الغدة اللي فوق الكلية اللي هي الكدر، في مرض اسمه الفيوكروموسايتوما، هذا بيساوي لنا ارتفاع ضغط. هلأ هدول ما بيشكلوا 5-10% من أسباب ارتفاع الضغط. طب شو أسباب ارتفاع يعني شو السبب ارتفاع الضغط عند 90% من الناس الباقين؟ بصراحة مو معروف. اسمه ارتفاع الضغط الأساسي، ارتفاع الضغط مجهول السبب. لكن لا شك أنه في عوامل مؤهبة، ما هي سبب مباشر لكن هي مؤهبة وبتساعد على ارتفاع الضغط. من بين هالعوامل على سبيل المثال البدانة وزيادة الوزن، من بين هالعوامل الوراثة، من بين هالعوامل تناول الأدوية. الناس اللي بياخذوا مضادات التهاب غير ستيرويدية ومسكنات لآلام المفاصل وآلام الظهر، السيدات اللي بياخذوا موانع حمل وأدوية هرمونية، هدول عندهم استعداد أكثر من غيرهم لارتفاع الضغط. من بين هالعوامل التدخين، من بين هالعوامل السكري. إذن هي كلياتها هي عوامل مؤهبة وليست أسباب مباشرة. هلأ نجي لعند السيدة الحامل. لا شك أنه الوراثة بتلعب دور، البدانة بتلعب دور، نوعية الأكل إذا كان سيدة عم تتناول أطعمة جاهزة أو كميات كبيرة من الملح هذا له دور كبير، ارتفاع الضغط في الحمول السابقة هذا له دور. يعني هالعوامل هي عوامل مؤهبة وليست عوامل أو أسباب مباشرة للسيدة الحامل. إذن في عوامل بتلعب دور لكن ما هي أسباب مباشرة مثل يلي نحن حكيناهن، ومو
وممكن كمان السكري، وممكن نحكي عن التدخين كمان عند السيدات الحوامل. هي كلها عوامل مؤهبة لارتفاع الضغط وبتزيد احتمالية ارتفاع الضغط. طيب هل هدول العوامل هل هن نفسهم دكتور ممكن يكونوا من خلينا نقول النسب، يعني مين اكثر نساء اليوم اللي ممكن يتعرضوا لهذه الهيئه الحاله بارتفاع ضغط الدم الحملي؟ في نساء عندهم شيء يعني ثابت، حالات مرضيه وراثيه بجسمهم ممكن تكون تساعد يعني؟ والله شوفي لقلك، هي العوامل هي عوامل مؤهبة بشكل مباشر وكلها متساوية في التأهب، لكن لا شك قلت لك أنا الوراثة لها دور أساسي، البدانة وزيادة الوزن له دور أساسي، التدخين له دور أساسي، كثرة تناول الأدوية أحيانا وخاصة في أدوية بترفع الضغط هي لها دور أساسي. ناهيك عن أنه السيد الحامل يعني في الوراثة بتلعب دور، السيد الحامل تحديدا بسبب وضعها يعني بتلاقي بسبب الاضطرابات الهرمونية اللي بتصير أثناء الحمل، الاستروجينات والبروجستيرون هدول بيأهبوا أكثر مثلا للسيدة الحامل لارتفاع الضغط في النصف الثاني من الحمل. فهي هن أهم الأسباب، تعصيب، الظروف، صحيح اكيد لهم دور كبير هدول هدول عوامل عامه لكل الانماط اللي بيمروا بالحياه. تمام. طيب دكتور كمان في مخاوف وتساؤلات كثيره من السيدات الحوامل بيقولوا انه في حال صار ارتفاع الضغط وان كان ارتفاع كبير مو بس طبيعي ممكن يصير في ولاده مبكره، في اجهاض، ممكن ياثر هذا الموضوع على الجنين، ممكن يصير في تشوه. خلينا نوضح ونطمن اليوم الحوامل بالموضوع. أول شيء ارتفاع الضغط في النصف الثاني من الحمل لما يكون ارتفاع ضغط شديد ويترافق ببيلة بروتينية هذا بيأثر على السيدة الحامل وبيأثر على السيدة وبيأثر على الجنين. هلأ هو شو تأثيره على الجنين؟ هو راح يساوي أول شيء نقص تروية المشيمة بالدم، يعني وبالتالي نقص إرواء الجنين بالأكسجين والمواد الغذائية، وهذا بيؤدي ل تخلف وعدم تطور الجنين بشكل صحيح. هي واحدة. الشغلة الثانية هلأ لما يصير عنا ارتفاع ضغط شديد أثناء الحمل وبيصير في عنا بيلة بروتينية وبيبلش الانسمام الحملي هذا بيأثر على حياة السيد الحامل، ممكن يساوي لها ولادة مبكرة، ممكن يساوي لها انفكاك مشيمة، وهذا النزف الشديد قد يودي بحياة المريضة، ولذلك هون لازم نتدخل مباشرة في إجراء القيصرية. فهو بيساوي ولادة مبكرة، بيساوي نزف شديد، وبعدين إذا صار عنا يعني ارتفاع ضغط شديد وبيلة بروتينية شديدة وصار إرجاج أو صار تسمم حملي هون حياة المريضة أكيد في خطر. المريضة هون بيصير عندها تغبش رؤية، فقد وعي، ممكن تغيب عن الوعي، يصير عندها اختلاجات، هون الحالة صارت حالة إسعافية. فهو حياة المريضة صارت في خطر وحياة الجنين في خطر كلاهما. إذن هو بيأثر على صحة الجنين وبيأثر على حياة السيد الحامل إذا كان في بيلة بروتينية وكان في كانت هي من النوع الثالث اللي فيه بيلة بروتينية وفي انسمام حملي. طيب دكتور خلينا نروح للخطة العلاجية اليوم مع مراعاة أنواع ارتفاع الضغط الدم الحملي. اليوم لكل حالة في علاج خاص فيها، ونحن دائما نعرف أنه دائما في تحذيرات للإمرأة الحامل بتخفيف الأدوية خلال فترة الحمل. اليوم طبيا كيف تتعاملوا مع هاي الحالة؟ اولا يعني السيد الحامل بشكل عام لازم نحن ننتبه عليها، ومن جمله الاشياء اللي بنراقبها هو الضغط. ودائما كل سيده حامل لازم يتساوى لها تحليل سكر وتحليل بول لنشوف اذا في بيله بروتينيه ونتحرى ارتفاع الضغط بشكل مبكر. هلا لما يكون ارتفاع الضغط خفيف او مرحله ما قبل ارتفاع الضغط يكفي التوصيات العاديه. شو هي التوصيات العاديه؟ نخفف الملح بالاكل، نتجنب الاطعمه الجاهزه اللي ممكن هي تاهب لارتفاع الضغط، على العكس تماما الاطعمه الطبيعيه والمشروبات الطبيعيه وحتى السوائل الطبيعيه مثلا الزهورات والكركديه هذول بيساعدوا على خفض الضغط عند السيده الحامل. تجنب الكميات الكبيرة من الملح، الرياضة الخفيفة أو المشي البسيط والرياضة الخفيفة المتحملة لدى السيدة الحامل هي شيء أساسي في عدم أو الحد من ارتفاع الضغط. هلأ إذا كان في سكري أكيد لازم نضبط السكر، إذا كان في تدخين أكيد لازم يتوقف التدخين. أصلا التدخين هو شغلة سامة للسيدة الحامل ولكل الناس، يعني هي عادة سيئة جدا فلازم نحن نتخلص منها. ولازم نراقب الضغط، ومجرد ما صار ارتفاع الضغط يعني ارتفاع مهم وعم يتجاوز 140 ملم زئبق على 90 ملم زئبق وقتها نحن لازم
تدخل بالأدوية وما نتأخر أبداً في معالجتها. في شغلتين نحن نراقبهم بشكل صارم وما يعني ما بنستهين فيهم أثناء عند السيدة الحامل، يلي هن الداء السكري وارتفاع الضغط. اثنين خطيرين على السيدة الحامل، اثنين بيكركبون السيدة الحامل وبيعذبوا الأطباء لحتى ينضبطوا بشكل جيد أثناء فترة الحمل لحتى يمر الحمل بخير وسلامة. عادة هل السكر لازم دائماً تكون أرقامه مضبوطة ولازم يتعالج بالأنسولين، والضغط لازم نحن نعطي أدوية الضغط يلي طبعا ما بتأثر على الحامل وما بتأثر على الجنين وما بتساوي لنا تشوهات للجنين. ونحن في عنا دوايين يعني أو ثلاث عدة أدوية ممكن نستعملها أثناء الحمل بدون أي مشاكل. طبعا بدنا نستبعد كل الأدوية اللي بتساوي تشوهات مثل الأدوية القالبة للخميرة للأنجيوتنسين 1-2 مثل كابتوبريل وأشباهه أو الفالزارتان وأشباهه، ونستعين بالأدوية اللي ما بتأثر على الحامل مثل الألفا ميتيل دوبا على سبيل المثال. ممكن نحن نعطي حبتين وأربعة وستة وثمانية لحتى ينضبط الحمل. في حال عدم ضبط الحمل ممكن في أدوية تانية بتساعد مثل الهيدرالازين أو مثل اللابيتولول، وخاصة ممكن تسريب وريدي هذا أحيانا لما يكون ارتفاع الضغط الشديد عند الحامل. طيب خلينا نرجع الأعراض، وذكرت حضرتك أنه اليوم في عنا أعراض عديدة بتختلف نسبتها من سيدة لأخرى. طيب في حال ضاعفت هي الأعراض شو بتتصرف اليوم السيدة الحامل بالبيت قبل ما تتوجه للمشفى أو الدكتور؟ خلينا نوضح لأنه ممكن اليوم في كتير أخطاء شائعة بالموضوع. اولا كل سيده حامل عندها ارتفاع ضغط وارتفاع الضغط كان شديد وبلشت تشكي من اعراض لازم تراجع طبيبها راسا. نحن دائما السيطره على الاعراض تكون بضبط الضغط، السيطره على الاعراض تكون بانه نراقب السيد الحامل بشكل جدي ونحافظ على ضغط طبيعي ونعالج الاعراض حسب كل عرض حسب وضعه. يعني مثلا سيده حامل وصار عندها انفكاك مشيمه باكر، هي كل السيدات الحوامل اللي عندهم انسمام حملي يجب أن يقبلوا في المشفى وفي العناية المشددة حصرا. شوفي قديش مهم هذا الموضوع. هدول لازم ينضبط الضغط، نحافظ على خضابهم طبيعي، أعطاهم الأدوية عن طريق الوريد، التداخل مباشرة بالقيصرية وإنهاء الحمل في حال حسينا أنه السيدة الحامل في خطر. فإذا معالجة الأعراض تكون حسب كل العرض، ولما يكون في عنا أعراض هي السيدة الحامل لما يكون ارتفاع ضغط شديد تعالج في المنزل نهائيا. يجب معالجتها في المشفى قولا واحدا، وممكن نتركها بالمشفى يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين لحتى ننهي هذا الموضوع. لازم السيدة الحامل ما تشكي من أعراض وهي بالمنزل أبدا. أكيد اليوم المراقبة جدا مهمة بفترة الحمل. بسؤال وأخير وجواب سريع دكتور، خلص وإحنا وقتنا اليوم، هل في تحذيرات للإمرأة اللي عندها هي الحالة من عدم الحمل مرة أخرى؟ هلأ كل السيدات الحوامل، نحن في سيدات لما يصير عندهم أعراض خطيرة ومهددة للحياة ننصحهم عادة بعدم الحمل مرة أخرى. مثل شو هالأمراض؟ السيدات اللي عم يصير عندهم قصور قلب أو اعتلال عضلي قلبية حملي، هدول يمنعوا من الحمل نهائيا. السيدات اللي صار عندهم ارتفاع ضغط حملي والحمل أثر على القلب وساوالي ضعف بالقلب، هدول ممنوعين من الحمل نهائيا. السيدات اللي صار عندهم ارتفاع ضغط مضبوط أثناء الحمل وقدروا يمرروا الحمل بسهولة وطلعوا من الحمل بخير وسلامة، في الحمول التالية يجب مراقبتهم بشكل صارم. ونحن إذا كان هن مثلا حاجة لمثلا أولاد أو بنات تانين، هدول يعني بدهم يعزبونا وبدنا نراقبهم بشكل جدي. وإذا كان حسينا أنه نحن في خطر على حياتهم يفضل تجنب الحمل، وخاصة إذا كان عندهم أولاد أو بنات. أكيد بالختام موضوع جدا حساس ومهم، نشكرك كثير على كل المعلومات الطبية اللي قدمتها لليوم الدكتور حسن إبراهيم أخصائي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. أهلا وسهلا دكتور. شكرا كثير لكم، ونحن بنتمنى السلامة والصحة والعافية دائما لكل مريضاتنا الحوامل.